وبركاته، مرحبا بكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. المتحده توقف التعامل مع المخرج محمد سامي. اعلنت الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه انه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي عبد العزيز، وقررت الشركه توقف العمل معه، والجمهور يتفاعل مع قرار المتحدة وقف العمل مع المخرج محمد سامي. تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية الصادر قبل قليل بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي بعد مسلسله الأخير نسل الأغراب. وأشادت التعليقات بالقرار بعد أن تعرض مسلسل نسل الأغراب لانتقادات كبيرة بسبب مشاهد العنف والمبالغات، إلى جانب قتل الأبطال جميعا خلال الأحداث، ما عدا الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي. كما دار الصراع في المسلسل بين غفران وعساف الغريب أمير كرارة وأحمد السقا بسبب شخصية جليلة التي جسدتها مي عمر، وتولت الصراعات لتكون بين نجليهم فيما بعد بسبب فاطمة التي جسدت دورها ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، وهو ما عرض الانتقادات للمحاباة لزوجته وشقيقته في العمل. وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر عدة كوميكس ساخرة من المسلسل بعد قرار المتحدة، منها ما يحمل صورة الفنانة مي عمر وقد تم التلاعب بها لتظهر باكية، وأخرى مستوحاة من المشهد الشهير الخاص بفيلم العار حين وقف الفنان الراحل نور الشريف ليقول معرفاش عن زوجته التي توفت غرقا ضمن الأحداث. كما استعان الجمهور بصورة الفنانة غادة عبد الرازي وهي تدخن الشيشة، وكتبوا متابعين غادة عبد الرازي الآن في إشارة إلى توقعاتهم لرد فعل الممثلة بسبب خلافات مع المخرج محمد سامي التي تحدث عنها سلبا لدى ظهوره في عدة برامج مؤخرة. وضمن الحلقات الأخيرة من المسلسل مشاهد عنيفة لقتل غفران الغريب لحمزة، نجل غريب وعساف انتقاما من قتل الأخير سليم ابن غفران، إلى جانب مشاهد شنق العمدة الذي كسّت دور الفنان إدوار. وعلق بعض المتابعين اللي بيحصل في المسلسلات دي مهزلة واستهزاء بعقول الناس واستغلال الفلوس المنتجين على مسلسلاتهم الفاشلة علشان يرقي أهله ويضيع على ناس فعلا موهوبة ومستنية فرص واحدة علشان أخته ومراته ياخدوا الفرص دي اللي تستاهل، حسبي الله ونعم الوكيل. ده جزء من تعليق المتابعين على المخرج محمد سامي. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بإذن الله، ومتنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.